أهلا بكم من جديد. تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل حميدان، نظمت الجامعة الأهلية فعاليات معرض يوم المهن التاسع بمشاركة 60 وزارة ومؤسسة وشركة من القطاعين العام والخاص. ويأتي معرض يوم المهن في نسخته التاسعة تأكيدا على اهتمام الجامعة بربط طلبتها وخريجها بسوق العمل واحتياجاته المتطورة باستمرار، حيث تستعين الجامعة بصلتها الوثيقة بمؤسسات القطاع العام والخاص، وتقوم بمراجعات مستمرة ومنتظمة لخططها الدراسية ومناهجها التعليمية بما يواكب مستجدات سوق العمل. أهمية هذه المعارض هي للطرفين، للخريجين الجدد من الجامعات والجامعة الأهلية بالذات في هذا المعرض، وكذلك أصحاب العمل والإدارات في المنشآت والشركات اللي يجلسون مع بعض، يتقابلون مع بعض ويعملون على تضييق الفجوة في موائمة الاحتياجات بين مخرجات الجامعات وبين احتياجات سوق العمل. هناك مهارات متطورة متغيرة في السوق، والجامعات من خلال هذه المعارض تحاول أن تلحق وتلم بهذه التطورات التكنولوجية والعلمية والمهنية، بحيث أن يكون هناك موائمة أكبر بين الخريجين وبين احتياجات السوق. أكثر من 60 شركة مشاركة اليوم، وكلها الحمد لله عندها وظائف، وتأتي هذا مع البرنامج الوطني للتوظيف أيضا، وهي تظاهرة اليوم جميلة جدا، الكل يبحث عن عمل، والجامعة الأهلية الحمد لله قد نجحت، وهذه هي النسخة التاسعة لهذا المعرض، وكل سنة تزيد شركتين وثلاث. بدينا بعشر شركات العام الماضي، كنا 55، السنة فوق 60. بالإنابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، افتتح وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة السيد أسامة العريض مصنع يونيفرسال رولينج لإنتاج حديد التسليح، وذلك بمدينة سلمان الصناعية بالحد، بحضور رئيس مجلس إدارة المصنع ماهر أبو غزالة. وأكد العريض على اعتزاز مملكة البحرين بتنامي المشاريع الاستثمارية والمصانع العالمية التي تتخذ من المملكة مقرا رئيسيا لأعمالها. من جانبه أكد أبو غزالة أن وجود هذا المشروع ضروري للغاية، وذلك لسد الفجوة الحاصلة في مستويات الطلب في سلسلة التزويد للبناء من إنتاج حديد التسليح على الصعيد المحلي. وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن مصنع يونيفرسال رولينج يعمل وفق أعلى معايير الجودة المحلية والعالمية والصديقة للبيئة، وذلك باستثمار يفوق 30 مليون دولار. اختتمت اليوم فعاليات أسبوع البحرين للشركات الناشئة، والذي تضمن سلسلة من الفعاليات استهدفت المجتمع الحيوي للشركات الناشئة بمشاركة حشد من رواد الأعمال والمستثمرين والشركات، حيث سلط الضوء على الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتعزيز دورها كمركز إقليمي لريادة الأعمال في إطار استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي والسعي المتواصل لتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وللحديث أكثر عن هذه الفعاليات ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد جناحي، مدير أول للشراكة والمشاريع في صندوق العمل تمكين. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير أخوي أنت والإخوان المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. للمرة الثانية تؤكد تمكين حضورها في هذه الفعاليات كشريك استراتيجي، وهذا يؤكد على التزامها على دعم المواهب الواعدة في تطوير المهارات المناسبة لاقتصاد المعرفة. برأيك ما هي مخرجات سوق العمل لهذه الفعاليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأسبوع البحريني للمؤسسات الناشئة هو أسبوع معني بمناقشة أهم المواضيع ذات العلاقة بالمؤسسات الناشئة في البلد، بالإضافة إلى المهارات الرئيسية المطلوبة لهذا القطاع. نعم. الحيوي طبعا حق الاتصال المعرفة مثل ما تفضلت. احنا نعتقد في تمكين بأن استمراريتنا في الاحتفاء بالمؤسسات الناشئة راح يزيد من عملية
إنتاج المؤسسات الناجحة في هذا القطاع الرئيسي والمهم. طبعا لما نتكلم عن الاقتصاديات المعرفة ونتكلم عن المؤسسات الناشئة فإحنا قاعد نتكلم عن إمكانية توليد مؤسسات فيما يسمى اقتصاديا باليونيكورنز أو المؤسسات ذات الإنتاجية الكبيرة والإضافة الكبيرة في الاقتصاد الوطني. وإن بقت مؤسسات صغيرة فاقتصادنا إحنا في نهاية اليوم يعتمد على 98% من المؤسسات الصغيرة المتوسطة اللي تساهم أيضا ب 64% تقريبا من الوظائف في الاقتصاد بشكل عام. بالفعل بشكل إجمالي إضافتها كبيرة للاقتصاد الوطني. مملكة البحرين أستاذ أحمد اليوم تركز على الاقتصاد المعرفي والذي يقوم على فهم جديد أكثر عمقا لدور رأس المال البشري. ماذا عدد التمكين من مشاريع مستقبلية في هذا المجال؟ طبعا اليوم مملكة البحرين بشكل عام تولي اهتمام كبير حق ال- 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 رأس المال البشري الوطني اللي قاعد يضيف إضافة كبيرة حق الاقتصاد من مشروع التوظيف الوطني اللي أطلق من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالإضافة إلى غيرها من المشاريع. إحنا في تمكين حاليا بصدد إعادة طرح برامجنا بعد التجديد والتغييرات الرئيسية عليها. عندنا الأسبوع القادم راح نطرح أو نعيد طرح برنامج دعم المؤسسات، والأسابيع اللاحقة إن شاء الله راح نرجع للسوق أيضا بإعادة طرح برامجنا للتدريب ودعم الأجور. نعم، يمكن من أهم المحطات أخوي العزيز. نعم. منتصف الشهر القادم البحرين راح تحتفي بفعالية كبيرة وهي المؤتمر العالمي لريادة الأعمال اللي راح يتم في لأول مرة في مملكة البحرين، وهو تقريبا أكبر تجمع لرواد الأعمال في العالم تقريبا، ونتمنى نشوفكم معنا ونشوف الأخوان المشاهدين يشاركون في هذه الفعالية المهمة. بالتأكيد كل التوفيق لكم السيد أحمد جناحي مدير أول للشركة والمشاريع في صندوق العام التمكين، شكرا جزيلا لك. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، والبداية مع بورصتنا المحلية حيث تراجع مؤشر البحرين العام في إغلاقه بنسبة 0.14% بإقفال عند مستوى 1408 نقاط، وذلك لانخفاض مؤشرات قطاع البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,651,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,092,000 دينار تم تنفيذها من خلال 65 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنتابع الإغلاقات على الشاشة. السوق المالية السعودية أقفلت بتراجع بنسبة 0.64% بإقفال عند مستوى 8479 نقطة، وذلك عائد بشكل رئيسي لخسائر الأسهم القيادية. الربح الوحيد في تداولات اليوم كانت بورصة الكويت التي أقفلت بارتفاع بنسبة طفيفة هي 0.02% بإقفال عند مستوى 5597 نقطة، وذلك بدعم من تقدم أغلب مؤشرات البورصة وعلى رأسهم قطاع الخدمات المالية. سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت تراجعا بنسبة 1.26%، سوق دبي المالية أقفلت بتراجع بنسبة 1.20%، وسوق مسقط للأوراق المالية أقفلت بتراجع بنسبة 0.98%، وذلك نتيجة هبوط أغلب مؤشرات البورصة في هذه الأسواق. قال رئيس مجلس إدارة الغرف في السعودية دكتور سامي العبيدي أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 54 مليار دولار، بينها استثمارات حكومية واستثمارات شركات القطاع الخاص السعودي. وأكد السويدي على أهمية تكثيف الجهود لتعميق التكامل التجاري والصناعي ليس فقط للنمو وازدهار الاقتصاد والأسواق في البلدين الشقيقين،
وإنما للتمكن من الدخول إلى أسواق الأفريقية، خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام، بالإضافة إلى كون مصر طرفا في عديد من الاتفاقيات الكبرى في القارة مثل الكوميسا وغيرها. رحبت بورصة ناسداك دبي بإدراج سندات تقليدية من مصرف الإمارات للتنمية بقيمة 750 مليار دولار، وتعد هذه السندات المنتج الأول الذي يدرجه المصرف في البورصة والذي تملكه حكومة الإمارات بشكل كامل. ويدعم الإدراج رسالة مصرف الإمارات للتنمية التي تنطوي على المساهمة في الازدهار الاقتصادي لمواطني الإمارات عن طريق تقديم حلول تمويلية للإسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تمويلية ومصرفية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويبلغ إجمالي قيمة السندات التقليدية والصكوك المدرجة في بورصة ناسداك دبي حالياً 77.7 مليار دولار من أصل 99 إدراجاً. وتمثل السندات التي أدرجها المصرف الإدراج الأول للسندات التقليدية في البورصة في عام 2019. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: مؤسس شركة أمازون يتربع على عرش الأغنى عالمياً بثروة طائلة. أعلنت الشركة التركية العملاقة في قطاع تأجير السيارات فليت كورب، أعلنت عن إفلاسها بسبب تعثرها وعجزها عن دفع ديونها جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وذكر الموقع على الإلكتروني لصحيفة جمهورية التركية أن الشركة المذكورة تمتلك أسطول سيارات يبلغ قوامه 26 ألف سيارة. وأوضح جنر تشاكي المدير التنفيذي للشركة أن فرع الشركة بإسطنبول سيتولى بيع أسطول السيارات بنصف الثمن لسداد ديون مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية على الشركة تقدر بنحو 240 مليون دولار. ولن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي الخبر الأخير، أظهرت قائمة مجلة فوربس السنوية لأثرى أثرياء العالم لعام 2019 أن مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس لا يزال أغنى رجل في العالم، يليه مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، ثم رجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت. وتضم الولايات المتحدة نحو 609 مليارديرات في المجمل، من بينهم 14 في المراكز العشرين الأولى بالقائمة. لكن رغم أن القائمة لم تتغير بشكل كبير، إلا أن ترتيب مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ تراجع 3 درجات، بينما ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين.